هل يحاسب الله تعالى أحدا مباشرة ويدخله الجنة قبل يوم القيامة كما في قصة التي ذكرت؟ ولما جهل بقدرة الله على جمعه سماه الله، وفي الآية الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. بس يا ريت الأخ يعني يكتب يعني لو أصح من ذلك ويكتب الآية بطريقة أصح، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وإيه؟ نعم. لماذا لم يسامحهم الله بجهلهم مثل الرجل السابق؟ ارجع إلى تفسير هذه الآية تجد أنها في المشركين، تجد أنها في المشركين، هذا أولا. ثانيا، خبر النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نؤمن به وأن نصدقه. ثالثا، أن الله تعالى يفعل ما يشاء، فالله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه إجابة مبدئية.